بسم الله الرحمن الرحيم. 10 نصائح هامة للحصول على درجة التميز في اللغة العربية لدينا. أولها: الهدوء والتركيز هو السلاح الأول للتعامل أمام بكلة اللغة العربية. الأمر الثاني: قراءة السؤال جيدا مرتين قبل الإجابة عليه. النصيحة الثالثة: البدء بالنصوص المتحررة مع البلاغة، ثم بعد ذلك الأدب. وبعدها النصيحة الرابعة: البدء بالنحو 16 سؤال، ثم بعد ذلك ننظر إلى أسئلة التعبير، وتراعى الدقة جيدا للإجابة على أسئلة التعبير التي قد تتخطى 7 أسئلة. نترك القراءة المتحررة في نهاية الإجابة. بعد ذلك لابد من التظليل بالقلم الرصاص أولا حتى آخر نصف ساعة، ثم بعد ذلك نقوم بتظليل الإجابات المختارة بالقلم الجاف، ثم في النهاية عدم الانشغال بأي أحد داخل اللجنة إلا بالتعامل مع الورقة الامتحانية فقط، التأكد من كتابة البيانات صحيحة على ورقة البابل شيت، وفي النهاية المراجعة النهائية قبل تسليم الورقة للملاحظين. وأتمنى في النهاية التوفيق للجميع، نفع الله بكم.